بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 27 شعبان 1445 هجرية. نلتقي من جديد في جلوبال هجرة عربية معي نرزة الحسنى زهر الليل. بعد أكثر من 150 يوما من الحرب، لا يزال العالم يشهد أسوأ إبادة جماعية في الألفية الحديثة. ورغم أن مفاوضات وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة في الوقت الحالي، إلا أن النهاية لا يزال غامضا. حماس تريد وقف الحرب والانسحاب الدائم للجيش الإسرائيلي من غزة، لكن الصهاينة متعطشون لدماء الشعب الفلسطيني، ولكنهم يختفون وراء المطالبة بالإفراج عن أسراهم، بينما يعلم العالم أن بنيامين نتنياهو لا يهتم حتى بحياة مواطنيه. وفي الأول من مارس، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم حماس عن مقتل 7 رهائن إسرائيلي آخرين بسبب الهجمات الإسرائيلية. وتقول حماس حتى الآن إن 70 رهينا إسرائيليا لقوا حتفهم. لذلك يطرح السؤال، هل يريد نتنياهو عمدا أن يموت جميع رهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس حتى لا يكون هناك المزيد من الضغوط على إسرائيل لإجبارها على التفاوض؟ ومن الواضح أن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس ليس سوى أولوية ثانية لإسرائيل، وحياة الرهائن ومشاعر أفراد أسرهم في إسرائيل ليست مهمة لنتنياهو على الإطلاق. وقال رئيس قسم الاتصالات الاستراتيجية والعلاقة الإعلامية في IAIS ماليزيا محمد رئمان الرملي إن الأولوية بالنسبة للمجرم هي مصالحه السياسية الشخصية فقط. Dan sebenarnya semua pihak termasuk Amerika Syarikat sekarang seakan mendesak ke arah perjanjian damai dan gencatan senjata yang berterusan. Tinggal lagi hanya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menjadi batu penghalang utama kepada usaha damai kerana kepentingan peribadinya, kepentingan politik. Jadi soal potensi kejayaan rundingan ini bergantung sepenuhnya kepada sejauh mana dunia berjaya mengetepikan kepentingan peribadi Netanyahu yang nampaknya masih berselera besar untuk kekal berkuasa dan meneruskan genosid di Palestin. حماس التي تمثل الشعب الفلسطيني قدمت مطالب عادلة وهادفة تجاه تنمية غزة وفلسطين، لذا فهي تطالب بوقف دائم لإطلاق النار وليس فقط مؤقتا كما تريد إسرائيل. لكن كما نعرفها كدولة الأكثر غطرسة في العالم، لا يريدون بالتأكيد أن يستجيبوا لطلب حماس، لأنه يظهر على ما يبدو أنهم مهزومون. هناك احتمال أن يضطر بنيامين نتنياهو وإسرائيل الخضوع للضغوط الدولية والولايات المتحدة، لأنه اعتمد في السابق بشكل كبير على فيتو جو بايدن ودعمه. ولكن في ظل قضيتين رفعت حاليا أمام محكمة العدل الدولية وهما الإبادة الجماعية والاستيطان، لا يمكن السماح لإسرائيل بارتكاب أعمال عنف تعسفية، لأن أمريكا تجازف نفسها باتهام بتواطؤها إذا أثبت قرار محكمة العدل الدولية بوقوع كلتا الاتهامتين. ومن أجل تهدئة القضيتين، ألمحت إسرائيل إلى إمكانية الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ومع ذلك لا يمكن التأكد لحد الآن من نجاحه قبل رمضان أم غيره. لكن أهل غزة لم يعودوا قادرين على تحمل المعاناة. 30,000 شهيد هدول، يعني مش عارف إيش بدهم اليهود منا، وليش مات هذا العدد؟ يعني عملية إبادة للشعب الفلسطيني. أنا هذا اللي شايفه إبادة جماعية، اللي بنزلوا البرج على أهل السكان المدنيين والأطفال والنساء. هذه صارت إبادة جماعية، يعني عمرها ما صارت زي هيك. يعني الكل بيعاني، احنا قاعدين في الخيام، يعني قاعدين بنموت بطيء. احنا معي الغلاء، معي الناس الموجوعة، قلبنا انوجع كتير كتير. احنا ضشرنا، تهججنا، بيجي 100 مرة تهججنا من دورنا. وبالإضافة إلى سكان غزة، فإن مواطني دولة الاحتلال سأموا أيضا من الحكومة الحالية ويريدون أن ينتهي كل شيء على الفور. We hope that our government, the people that make decisions will understand that we must seal a deal, we must strive to get a deal. And they need to do everything to bring them back. They are responsible. הביתה. And
they must seal this deal no matter what. No matter what, they must bring them, because I don't know if they will have another chance. It's now, maybe never. The hope is that everybody will come soon, like tomorrow, like yesterday. Okay, we want them home. We want them alive. We don't quite want to wait anymore. إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل حتى الآن هي جريمة قتل جماعي مسجلة، ولكنها أيضا إبادة جماعية تتجاهلها وتغدها الدول الغربية. ويرى إلى أن مهمة الإسقاط الجوي أو إسقاط المساعدة الإنسانية جوا خلال الأسبوع الماضي على أنها تعطي بعض الأمل لسكان غزة، بعد أن كان تسليم المساعدات عن طريق البر غالبا ما يصل إلى طريق مسدود. ورغم أن الإمدادات ليست كافية لتسد احتياجات الشعب الفلسطيني الذي يعاني بالفعل من المجاعة، كما أن النظام الصحي مصاب بالشلل بالفعل، إلا أنه يمكن أن يخفف إلى حد ما من معاناة أهل غزة. وبالإضافة إلى الأردن، انضمت إنزال مساعدات جوية لغزة أيضا مصر وفرنسا والمملكة العربية السعودية. يتم إسقاط أطنان من إمدادات المساعدات من الجو لضمان استمرار سكان غزة في العيش، لكن يبدو أن إسرائيل قد تضررت من هذه الخطوة. كان ذلك عندما أطلق الجيش الصهيوني الأسبوع الماضي النيران والغارات الجوية على مجموعة من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدة الإنسانية على دوران نابلسي على طريق الرشيد، وهو الطريق الرئيسي في شمال غزة، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 115 شخصا شهيدا وإصابة أكثر من 700 جريح. كان شرير إسرائيل إلى حد أنها على استعداد لقتل سكان غزة الجائعين، ولكن تلك هي الصهيونية أمه لعنه الله وأعمى عن الإنسانية. وقد اختلق أسباب مختلفة لإنكار جرائمهم، ولكن كما هو معلوم بإسرائيل، الدولة الاحتلال لم تعترف قطب الجرائم التي ارتكبتها علنان. وسبق أن قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوشا ينس لاركين إن سكان غزة على حافة المجاعة بعد مضى شهر من عدم وصول المساعدات، وقال إنه يجب اتخاذ إجراءات فورية لضمان تجنب المجاعة. بناء على ذلك تزيد عدد من مهمات الإسقاط الجوي. وفي هذه الأثناء لا تريد أمريكا أن تتخلف عن هذه المهمة التي قد ترفعهم كأبطال على الرغم من فقدان أرواح 30,000 من سكان غزة. وعندما تم إسقاط المساعدة جوا سرع سكان غزة للحصول على الإمدادات. إنه لأمر محزن حقا أن نرى الوضع الذي لا ينبغي أن يحدث في هذا القرن. الشعب الذين يضطرون إلى التسول في بلدهم بينما يتصرف المجرمون مثل أصحاب الأرض. بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على الحرب بين غزة وإسرائيل، من المتوقع أن يستمر اقتصاد دولة احتلال في الانهيار، فهي لم تعد معروفة كدولة غنية وتكنولوجية، بل وربما صارت فقيرة لأنها تنفق الأموال على قتل الفلسطينيين. إن شعب إسرائيل يدرك بالفعل هذا الانهيار، ولكن الحكومة لا تزال تبذر في الإنفاق، وتشعر أنها لا يزال هناك الكثير من المال. ويقال إن نفقات الحرب التي تتحملها حكومة نتنياهو الشريرة ارتفعت إلى أكثر من 80%. Daripada segi kos perang ya, terdapat kos langsung dan kos tidak langsung yang perlu ditanggung oleh Israel. Perbelanjaan langsung merujuk kepada kerugian tunai yang ditanggung Israel setiap hari. Ini termasuklah kos harian senjata, peluru, alatan dan bekalan, gaji askar dan pasukan simpanan, ya, kerosakan susut nilai dan penyelenggaraan tentera seperti kereta kebal, kenderaan dan pesawat. Jadi ini semua memberi impak ekonomi yang besar kepada Israel. Bagi perbelanjaan tidak langsung, perang telah menjejaskan beberapa sektor ekonomi secara negatif, ya, seperti industri dan teknologi, pelancongan dan tenaga buruh.
وفي الأسبوع الماضي أفادت التقارير أن الاقتصاد الإسرائيلي تتأثر بما يصل إلى 500 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 2.3 تريليون رينجيت ماليزية بعد مرور أكثر من 4 أشهر من الحرب. لكن الوزير المسؤول عن اقتصاد دولة الاحتلال نير بركات قال: في الوقت الحالي تريد إسرائيل فقط كسب الحرب على غزة ولا تنظر إلى الوضع الاقتصادي للبلاد. لقد أثار هذا التصريح غضب الشعب الذين كانوا في السابق يشعرون بالإشمئزاز والإهانة من حكومة نتنياهو. The truth is, we are here since more than a year, right? We are protesting against our government. We think they are taking the wrong course. They are dividing us. They are not choosing the right path for us. Whether it's economy, whether it's peace with our neighbors. والحقيقة هي أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يتعرض لمزيد من الشلل إذا اتخذت العديد من دول العالم خطوة لإنهاء جميع أشكال التعاون بما في ذلك التجارة والاستثمار مع حكومة نتنياهو، وذلك عندما لم تعد طفرة الابتكار والتكنولوجيا مفيدة التي تفتخر بها إسرائيل والتي أصبحت أيضا المولد الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي. والآن هيا نتصفح أمثال اليوم. لا تأتي القرقعة إلا من الوعاء الفارغ. ترجمة هنيا إيلا: تيادا بوني دنتينغان kecuali daripada mangkuk kosong. Padanannya dalam bahasa Melayu ialah tong kosong, nyaring bunyinya. Padanannya dalam bahasa Inggeris pula ialah empty vessels make the most noise. الحمد لله، لقد وصلنا إلى نهاية برنامج. مزيد من التغطية للقضايا الدولية والعالم الإسلامي في جلوبال هجرة عربية الأسبوع المقبل. أنا رزات الحسنى زهر الليل، تصبحون على الخير، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. يا الله كاملة كموجبات ليرمسوه مسوه كامي dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah pecahkan pakatan mereka. Ya Allah leburkan pendirian mereka. Ya Allah musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka.